الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز اخباري جديد في حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل، وذلك عرفانا وتقديرا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية، لافتا إلى أهمية وجود مخازن جاهزة وذلك لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية، بالإضافة أيضا إلى زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها. وأشار مدبولي إلى أن ضرورة وجود مخزون كاف من السلع الرئيسية واحتياطي استراتيجي منها. نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية الكبرى بادعاء أن مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي خططه للاجتياح المزمع لرفع الفلسطينية. وذكر رشوان أن الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ذلك خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يكثف منفذ رفح البرية عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. وأفاد مراسلنا بإدخال 60 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح في الثلاثاء 23 من أبريل، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار إلى قطاع غزة وذلك عبر منفذ رفح. كما استقبل منفذ رفح 28 مصابا فلسطينيا و41 مرافقا. تعقد جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا، وذلك بناء على طلب من دولة فلسطين حيث تنظر القمة التطورات في الأراضي المحتلة. حضر المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ستارفيلد من أن خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في شمال القطاع، وطلب المبعوث الأمريكي إسرائيل بأن تبذل كل ما في وسعها لتسهيل دخول المساعدات وتجنب المجاعة، داعيا لبذل مزيدا من الجهد لإيصال المساعدات لمن هم في حاجة لها لا سيما في شمال قطاع غزة. صرح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ بأنه لا يمكن لدول الحلف التخلي عن دفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ إن الدعم المقدم لكييف يتطلب 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول الحلف ولا يتطلب إرسال جنود للناتو إلى أوكرانيا. اتهم ممثل الادعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وذلك بالانتهاك المتكرر لأمر القاضي الذي يرأس محاكمته بحظر التعرض لأشخاص على صلة بالمحاكمة لمنعه من ترهيب الشهود، وذلك فيما يعرف بقضية المال الخفي. وأوقف القاضي لفترة وجيزة الاستماع إلى إفادات الشهود في محاكمة هي الأولى في قضية جنائية لرئيس أمريكي سابق، وذلك للنظر فيما إذا سلوك ترامب يشكل انتهاكا للأمر. ويقول محامو ترامب إن أمر حظر التعرض ينتهك حقوقه في حرية التعبير.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، تحياتي كريم الخولي وإلى اللقاء.